اخواننا النقاد، هو امر كنت احاج به دائما عندما اقول لكم بصدد تقديم جائزه الشعري. الشاعر يظلم شعري اكثر، الشاعر يتغفل في قصيده الشعري اكثر. ذات مره علق جورج بغناطشو ساخرا: انني قد اغفر لنوبل اختراع الديناميت، ولكنني لن اغفر له اختراع الجائزه. الديناميت يقتل الناس، والجوائز تحيي الناس والثقافه والابداع، بل وتبث الحياه. ان يفعل ذلك، ان يتم ذلك بصوت سيده، بصوت امراه، انت اختار ايهما تحب. صعب. في هذه الورطة والمسؤولية أنا يعني ستعلن سيدة اسما وسيدة أخرى اسما. الاسم الذي تحمله اسم بولندا الحيدري كشاعر كبير وصاحب تجربة مميزة. كل إيه محسوب على النقابة العربية. سعدت في واقع الأمر بجائزة بولند الحيدري من مؤسسة منتدى صيلة العالمية، والتي منحتني هذه الجائزة عن أعمالي الشعرية وعن نشاطي في الحركة الثقافية العربية، مناصفة مع شاعرة مصرية هي نهاد زكي. اعتز بهذه الجائزة كثيرا، واعتبرها خطوة من خطوات دعم الإبداع الثقافي في المغرب، ونتمنى أن تتواصل مثل هذه الفعاليات التي تحتفي بالشعر وبقيمه السامية. في الواقع هذه الجائزة تحمل اسم إحدى علامات المهمة في الشعرية العربية وفي الحداثة الشعرية، ألا وهو بولند الحيدري، وأنا أهدي هذا الفوز للشعر العربي. وانكسر الجسر، لو غادرت هذه الحرب دون إياب، ولو أصبح الدم عطرا، ترى كم سيبقى من الوقت حينئذ كي يعيش المصابون بالعشق لحظتهم قبل أن يسرق الموت أرواحهم ويعلقها في يد الغيب، والأسئلة ستبدو الحكاية حينئذ مذهلة. لو ابتسم العشق للعاشقين لما كان فيهم شقي، أرى الأمر متضحا هكذا، قلت ذات مساء بعيد. مساء الخير، أنا نهاد زكي. سعدت جدا بفوزي بجائزة بولند الحيدري، وذلك لأنه من أقرب الشعراء إلى قلبي، ويعني أحببت مدينة أصيلة جدا. لم أكن أتوقع في الحقيقة الفوز، لكنني يعني فوجئت به وسعدت به جدا، وكان شرف لي أن أفوز بهذه الجائزة التي تحمل اسم الشاعر العراقي كردي الأصل الذي نفتقده اليوم بيننا بولند الحيدري. في النهاية أحب أن أشكر منتدى أصيلة والقائمين على المنتدى، ومن بينهم طبعا الوزير محمد بن عيسى، وأشكر أعضاء لجنة التحكيم ورئيسها الأستاذ شرف الدين ماجدولين. وحقيقي سعدت جدا بكلمتهم اللي قالوها في الخطابات. يفترض أن تكون موصولة مباشرة بالقلب والشرايين، خاصة عندما نتحدث عن بولند الحيدري. لا يمكن إلا أن نذهب إلى أعماق اللغة وإلى أعماق القلب، نتحدث بصدق، لنحاكي تلك القامة، ذلك الشاعر الرائع الذي كان يمتاز بصدقه البالغ، بحبه للحياة، بإشراقة روحه، باحتضانه للإنسان، وبنفس الوقت الكلام العالي في قلب الحداثة تماما. وأنا أعتقد، وهذا ما كتبته وهذا ما تسبب بمعرفتي بمعالي الوزير، مقالة عن بولند الحيدري، قلت بأنه بولند الحيدري ظلم ولم ينصف ولم يعط حقه، وما زال لدينا الوقت لكي نكتشف هذا الشاعر الذي هو منجم حقيقي في الحداثة الشعرية العربية. وأنا أعتقد بأنه مفهوم الحداثة ومعناها إذا كان ينطبق على شاعر ما فهو ينطبق تماما على بولند الحيدري،
لأنه كان يعتمد التكفيف، كان يعتمد الحذف، كان يعتمد الإيجاز. هذا الشعور الدائم بالاستلاب أمام قسوة الحياة، أمام المدينة التي تحدث عنها عبد المعطي حجازي في مدينة بلا قلب، وتحدث آخرون عن هذه العلاقة المكسورة بالمدينة. عند بولند الحيدري تم ذلك من خلال اللغة التي هي جرح، اللغة بحد ذاتها، وفي التعبير عن أدق مكنونات الإنسان. وأعتقد أن هناك أسباب لا سبيل لذكرها الآن جعلت بولند الحيدري يؤخذ إلى مكان خلفي في المشهد الأحداث العربي، ولكن هو يستحق أن يكون في جدارة هذا المشهد. وطبعا إذا كنا نعتبر بأن الحداثة هي بعد إنساني وهي بحث عن إنسانية الإنسان، الله الله.